مساء الخير، أنا سعاد عصفور وهالمرة رح أقدم نفسي بالعربي لأنه ضيفتي شاعرة عربية تكتب قصائد باللغة العربية العامة والفصحى، وضيفتنا سيدة عربية لبنانية هاجرت إلى أمريكا من 24 سنة وكانت مدرسة في مدينتها بيروت في المدارس الحكومية لفترة طويلة. بدأت تكتب الشعر عندما هاجمتها رياح الغربة وعصفت بها رياح الحنين، فلن تجد إلا الشعر متنفسا لمشاعرها وملجأ لأحاسيسها. بس قبل ما نبلش بالحديث عن الكتابة والشعر، بحب أشير لخسارة فادحة في عالم الفن العربي وهو رحيل الصبوحة. سميت الشحرورة لأنها ولدت في وادي شحرور في لبنان وهاجرت مبكرا إلى مصر، حيث اكتشفتها المنتجة آسيا داغر، فبرعت في عالم الفن والغناء والتمثيل وأتقنت اللهجة المصرية وأحبت مصر لدرجة أنها أصبحت مواطنة مصرية، أحبها الشعب المصري بشغف، وكانت القاهرة نافذتها على كل العرب. وبما أنه شاعرتنا اللبنانية الليلة هي حابة تحكي لنا أكثر شوي عن الصبوحة، بحب أرحب بالسيدة سلوى دعوق. How are you؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي، مساء الخير، شكرا على استضافتي، وأنا بتشرف أحكي عن الصبوحة اللي هي فنانة لبنانية وعربية متميزة، والله يرحمها لأنه كانت من عمالقة الفن بالشرق، وما بفتكر حاجة حدا مثلها أبدا. أهلين سلوى، شكرا كثير لتقبلتي دعوتنا، وإحنا كثير مبسوطين لأنه رح نسمع من وجهة نظرك بالنسبة للصبوحة وتحكي لنا شو الألقاب اللي انشهرت فيها وليش وشوية عن حياتها. صبوحة كثير كان عندها ألقاب، لقبوها بكثير ألقاب مختلفة ومتعددة، والحقيقة يعني كل الألقاب كانت بتلبق لها وكانت فعلا مناسبة لها. بتذكر مثلا الشحرورة لأنه صوتها مثل الشحرور، الشحرور يعني عصفور، صوته كتير حلو، وكان عمها كمان يسموه الشحرور، شحرور الوادي، سو هي شحرورة الوادي، الأسطورة، لأنه بحبها للحياة وبطلتها وبأناقتها اللافتة كانت أسطورة، وبعطائها اللي امتد على أكثر من 70 سنة، عطاء مستمر. عن جد الإنسان بيحترم هالفنانة العظيمة اللي اسمها صباح. كمان لقبوها شمس الشموس لأنه كانت تسطع مثل الشمس، يعني لما توقف على المسرح وقفتها أناقتها الباهرة المبهرة وابتسامتها كأن الشمس طلعت، فسموها شمس الشموس. كمان سموها دلوعة لبنان،